صباح الخير مشاهدينا، اهلا وسهلا فيكم. اليوم بلشين انا ورندا بي ايت سمارت. بونجور رندا. بونجور تينا، كيفك اليوم؟ كثير منيحه. اليوم عم نحكي عن الخميره، رح نحكي عن مصدر الخميره، وين بنلاقي الخميره، هل الخميره لها تاثير صحي على جسمنا او لا، ما بنعرف يمكن. ولكن قبل بدنا نذكر بالمسابقه، مسابقه باري لايت بعدها مستمره للتنين 100%. هلا حطوا اجوبتهم على صفحات الفيسبوك، فيسبوك بيجز ام تي في الايف او ار دي اف او باري لايت هيلث سنتر. السؤال هو اي في، عم نحكي هون بين الكاكاو والبزر، بزر دوار الشمس، اي في زنك اكثر. فاذا وحده منهم فيها زنك اكثر، والمشاهدين عم يحطوا اجوبتهم ليكون في عندنا رابح ليدوق اكلتنا مطابخ باري لايت. دائما مثل كل مره تينا بحب اذكر المشاهدين كمان فيهم يتابعوني على الانستغرام رندا دنيا فهد، وكمان يشوفوا كل شيء جديد عم ينحط هونيك. عصيرة الزنك، هلا قبل شوي تحت الهواء عم بحكي انا ورندا عن الفيتامين سي وتقويه المناعه، خاصه بالشيء اللي عم بيصير وين ما كان. هلا الزنك كمان بنسمع انه بيقوي المناعه، فنحن تينا بنعرف انه الفيتامينز اللي نحن بناخذهم، المعادن اللي نحن بناخذهم، اكيد هول مهمين للجسم، هول مهمين لتقويه المناعه. مزبوط. ولكن كنا عم نحكي انا وانت قديش مهم انه هن يفوتوا ضمن الاكل الصحي. فهلا بحاله الهلع اللي كنا عم نقول، وهالكلمه انا اخذتها مني، اللي موجوده، اللي العالم صارت بدها تحمي حالها من الامراض، عم تروح وتشتري سبلمنتس بطريقه كثير كبيره، عم تاخذهم بطريقه كثير كبيره، عم يجينا كثير اسئله عنهم، ان كان سبلمنتس عادي او ان كان انواع من الاكل معينه، مثل ما عم نسمع انه هل بناكل ثوم، هل بناكل هل نشرب ينسون، هل بناخذ كميه هائله من الزنك، من الفيتامين اي، من الفيتامين سي. فهون انا اول شيء حاولت طنش على الموضوع، لانه دائما بنحكي قديش انه نحن نعيش حياه صحيه، هيدا هو اللي بقوي جهاز المناعه. بس اليوم قلت خلص صار لازم احكي عنه. اللي انا بدي اقوله انه جهاز المناعه هو جهاز كامل، يعني في عندنا بجسمنا جهاز كامل مؤلف من الكريات البيض، مؤلف من السيستم الليمفاوي، السبلين، الطحال، كذا محل عم يشتغل، كذا محل عم يشتغل تيأمن هالمناعة. اكزاكتلي. وما عندنا اكله وحده، اما فيتامين واحد، اما معدن واحد هو اللي قوى بمحل واحد. هيدي شغله. الشغله الثانيه، نحن لنقوي مناعتنا اهم شيء هو النوم، نحن بنعرف هالشيء، اهم شيء نعمل رياضه، اهم شيء نخفف ستريس وناكل صحي. فانا اذا بجي وباخذ كميه كثير كبيره من الزنك وانا ما عامله هوليك، اكيد ما راح يمشي الحال بجهاز المناعه هون. سو هالمناعه بدنا نامنها من كذا محل، مش بس نقول راح اخذ بروبايوتيك. مزبوط. كميه مجنونه او فيتامين سي. مزبوط. او مزبوط. فاذا انا هون بدي اعيش الحياه الصحيه، هيدا هو الاساس. هلا يمكن في شغله كمان رندا، انه ما في فحص الواحد يعمله تشوف وين مناعته، في نقص، اما المناعه وين هي، اما هيك. فنحن عندنا هالرغبه انه ناخذ لنحمي حالنا، انه نقول افضل نزيد من ما يكون ناقص. مزبوط. هي فكره. مزبوط. فهون انا اللي بدي اقوله انه دائما نزيد خي الناقص، هيدي شغله. مزبوط. واذا انا بدي زيد منيح استشير الطبيب عندي، لانه في عندك اشياء معينه فيها تضر. فاذا انا اذا اخذت كميه كثير كبيره من فيتامين معين، اما معدن معين، في ضر شيء ثاني. مثلا اذا انا عم باخذ انتي بايوتيك وارجع اخذ فيتامين اي بكمية كبيرة، هذا شيء مش منيح أبدا. فإذا هون الاعتدال هو سيد الموقف، ولحد هلأ ما بيّن أبدا أبدا أي علاقة من كثرة الفيتامينز مثل الفيتامين سي أما غيرها بكورونا، لأنه بعدنا كورونا العلاج ما نلاقي له بعد. هلأ هي it's a new mutation. واللي عم يصير أنه وقت أقول mutation، يعني حتى هي الكورونا معروفة من زمان. مزبوط. هلأ صار في mutation لها، وبعد mutation جديدة تغيرت. Exactly. نحن شو بنعرف شو هو اللي عم يقدر يساعد هون. ولكن برجع بقول انه في ناس وقت ياخذوا هالسبلمنتس تينا بيرتاحوا، وعندنا البلاسيبو افكت اللي هو بيريح، وهذا شيء انا ماني ضده ابدا. فاذا فينا ناخذ ونكون عم نرتاح، هذا شيء ماني ضده، ولكن بدنا نعرف نحن شو عم ناخذ. احسب شو كمان. مزبوط. بدنا نعرف قديش هي الكميه بدنا ناخذها، ما نعلى عليها، وهون استشاره الاخصائيين هي كثير مهمه. اهم شيء. خلينا نحكي عن الخميرة اليوم. ليه اخترتي هالموضوع رندا؟ اخترت الموضوع تينا لأنه هلا المشاهدين رح يتفاجئوا، لأنه عندنا خميرة اسمها نيوتريشنال ييست، هي طعمتها مثل طعم جبنة البارميزان. فإذا في استعملها بلد البارميزان، وهي أكلة فيجن 100%. ما فيها شيء حيواني.
هلا هي بنلاقيها اما مثل فليكس مثل جوز الهند بنقول لهم فليكس هيك، اما بنلاقيها باودر. أوكي. هلا هي وين موجوده؟ كثير عالم تسالني وقت نروح على محلات اجمالا اللي هي محلات الاورجانيك بتكون موجوده، من قبل سوبر ماركتس الكبار كان يكون موجودين فيهم. نعم. معرف نحن هلا بلبنان في عنا كثير مواد عم تنقص. مزبوط. بس بالاجمال هي موجوده سوبر ماركتس الكبار والمحلات الاورجانيك وخصوصا المحلات اللي بيبيعوا المأكولات اللي هي فيجن. وبتنزيد على الاكل؟ هلا ما زلت سالت رح اقول لك نحن كيف بنعملها. مثلا فينا نكون عم نعمل بيتزا اللي هي العجينه، فينا نكون عم نحط الصوص اللي هي البندوره والاوريجانو اتسترا الزيتون، وهون كيف بدنا فينا نحط لها الخضرة المختلفة، فينا نحط لها المشروم الفطر الذرة، وهون كيف بدي أعطيها بعد طعمة الجبنة ساعتها برش عليها. إذا في أعملها بالبيتزا، في أعمل بوب كورن أنا وبكون عم زيد عليها، في أعمل السوبس اللي بنعملهم شوربات معينة اللي هي بحاجة ل يمكن كريم فريش، بدل ما حط كريم فريش بحطها معهم، في أعمل معكرونة أما لازانيا وكون عم رش عليها، فهي في استعملها كبديل للجبنة. مزبوط. هلا من هون انا بدي احكي على الخصائص. اكيد. شو اهميتها؟ هلا هون هالنيوتريشناليست هي من وين جايه؟ هي جايه بعكس اليست اما الخميره اللي بتيجي من البيره اللي هلا اذا طلعنا وقت رح نحكي عنها، هيدي نيوتريشناليست الخميره الغذائيه هي بتيجي من الدبس، فاذا هي مستخرجه من الدبس اما مستخرجه من البيت ام شمندر. فاذا مشان هيك بنقول عنا انه هي فيجن. هلا مستخرجينها من هون وبعدين هي مسخنه ومنشفه، مشان هيك ما فيها تكون اكتف يعني. مشان هيك ما بتخمر اذا زدناها على عجينه او على شيء سائل يعني. مزبوط. مشان هيك ما بتخمر، فاذا ما بصير في كيميكال رياكشن. مزبوط. اما بنشوف هول الفقائع عم تطلع. مزبوط. اما اذا حطيناها على العجينه بترفخ العجينه، مشان هيك استعمالها هو استعمال مختلف. استعمالها مش كخميره، هو استعمالها اكثر كدور خميره. مزبوط. استعمالها اكثر بالاكل. أوكي. ولكن يمكن مش يمكن لانه مخمره يعني استخراجها والطريقه اللي هي تخمر فيها سميناها مصبوط خميرة. هلا هون هيدي الخميرة، لكن نحن إذا عم نحكي على ربع كوب، ربع كوب يحتوي على 60 وحدة حرارية، فإذا أكيد هي فيها وحدة حرارية، والربع كوب يحتوي على 8 جرامات من البروتينات. فإذا أولاً بروتينات كتير عالية، لأن أنا وقت أخذ ربع كوب مثل كأنه أخذ بروتين من بيضة هون. ومش بس هيك، بتحتوي على الأسيد الأمين الكامل. أنا خلال هالفترة فترة الصيام وعم بحكي عن الفيجن دايت، عن الأشخاص اللي هن قاطعين. نعم. كل شيء مشتقات الحيوان، كيف بدهم ياخذوا الأسيد الأمين الكامل؟ فإذا هون بيقدروا ياخذوها من خلال النيوتريشناليست. هيدي هون كمان القوطة. هل هي فيها شوية نشويات؟ على الأكيد تحتوي على نشويات كمان، مش مثل الجبنة، جبنة البارميزان لنقول هون. نعم. اللي ما بتحتوي على نشا، لا هون في عنا شوية نشا. هلا كمان من خصائصها شو هن الفيتامينز اللي فيها؟ هي بتحتوي على فيتامين بي 1 بي 2، وهون الحسنات للشعر والجلد، وهي مدعمه بالفيتامين بي 12. هلا البي 12 لكن اللي هو بينقص شخص الفيجن، النيوتريشناليست فيها شوي، ولكن بالإجمال نحن فينا نشوفهم اللي بالسوق مدعمين بشكل أنه هن موجود فيها 7 مرات حاجة الإنسان اليومية. فإذا نحن فينا نكون عم بهيدا الربع كوب وقت أنا عم بحكي، فيكون واحد عم ياخدها الفيجن ما عطلين هم أبدا أنه يصير عنده نقص بالفيتامين بي 12، بس بدنا ننتبه بدها تكون مدعمة. هلا هون كمان الفيتامينز هول اللي فيها البي فيتامينز المختلفين هن عم يعطوا طاقه، فاذا هيدي اليست هي مصدر للطاقه وبنفس الوقت هي مصدر للبروتين، البروتين الكامل. فاذا هون بيجي حسناتها وقوطها بهالوقت اللي الشخص عم يحكي كثرتها. بتاذي رندا او في بعض اشخاص
افضل ما يتناولوا الخميره؟ مزبوط. هلا نحن بنخاف من كتر تا يكون تعمل شوي الاشخاص اللي هن بنقول لهم عندهم التهابات بالمصران، بنخاف من كتر تا انه تزيد هيدي الالتهابات، هيدا واحد. بعدين في عندنا اشخاص بيعملوا فحص بيبقى عندهم يمكن الرجي على الخميره، فاذا انا بدي اقول الرجي على كل انواع الخميره. وفي اشخاص بيعملوا فحص بنعرف نحن بنعمله بالعيادات عندنا الانتولرنس تيست. بالانتولرنس تيست اوقات في ناس عندهم انتولرنس على الخميره، يعني عدم قدره على تحملها. نعم. فاذا هون لا بقعد اعطيهم خميره كبيره. افضل يبتعدون. اكزاكتلي. هون ما بقعد اعطيهم الخميره الغذائيه نيوتريشن ليست، هون ممنوع يشربوا بيره كمان هول الاشخاص، هول الاشخاص حتى الفطر اللي هو لانه الخميره هي من نوع اتس فانجس يعني، فهون حتى الفطر ما بنقعد نعطيهم اياهم، ما بنقعد نعطيهم الفينيجر كمان الخل لانه هون مخمر، فساعتها اذا واحد عنده انتولرنس كل شيء مخمر بده يكون عم يبتعد عنه. هلا لكمل كمان عن نيوتريشنال ليست، بكثير منهم بتبقى مدعمه بالفوليك اسيد، فاذا هي اذا مدعمه بالفوليك اسيد بنعرف هالشيء اهميته للقلب واهميته كمان للامراه الحامل. في كثير ناس بيحكوا عن انه تناولوا بيره، يعني من زمان تينا كان يقولوا تناولوا بيره للبشره، احنا قلنا فيها فيتامين بي مختلف فمشان هيك منيح للبشره للشعر وللضفير. هيدا من ناحيه، وفي كثير ناس بيقولوا تناولوا بيره لانه هي منيحه لمريض السكري. هلا لتكون منيحه لمريض السكري لازم يكون فيها كروميوم، اما الكروم بالحقيقه هي بحد ذاتها ما فيها كميه تسكر من الكروم. ولكن مثل ما بنقول هل هن مدعمين بالكروم؟ فاذا اذا الشركه اللي نحن شارينا منها مدعمين بالكروميوم، فاذا هي فيها تكون عم تنفع مريض السكري. نعم. فهون لارجع نقول نحن بدنا نشتري هالخميره نيوتريشنال ييست اسمها، اما بنقول الخميره الغذائيه هون، لكن طعمتها طعمه البارميزان ولكن هي ما فيها شيء حيواني. نعم. بس دائما بدنا نقرا النيوتريشنال ليبلز على طول على طول، نحن بدنا نقرا اذا مدعمه وبشو مدعمه. اكزاكتلي. شو نحن اللي بحاجه له، هل هو مدعمه فيه اما لا، انا بالنتيجه شريتها لانه اذا نيوتريشنال فيها امينو اسيد كامل هيدا مضمون. لا. هل انا عم باخذ منها الفيتامين بي 12 بدي اشوف قد ايه مدعمه؟ هل انا عم تفيدني كرمال انا مريض سكري بدي اشوف اذا فيها الكروم اما لا؟ فهول اشياء كثير مهمين نقراهم. بعد شغله فينا نقراها على الليبل، يمكن اوقات هل نوع من الخميره مستخرج من الواي. الواي اللي هو مصل الحليب. فإذا كانت مستخرجة من الواي والأشخاص كتير دقيقين ما بدهم أبدا يأكلوا ولا مصدر حيواني، ساعتها هنو بدهم يزيحوا عنا وياخدوا شيء تاني. إذا الواحد ما عم بيتبع نظام غذائي نباتي رندا وعم بيتناول لحوم ومشتقات الحليب وإلى آخره، في بحاجه يزيد على نظامه الغذائي؟ ابدا منا ساعتها هون بيروح على الارخص بكثير واللي متوفره وين ما كان اللي هو خميره البيره. اذا خميره البيره هون هي طبعا مستخرجه من البيره. نعم. وخميره البيره نحن عم اجمالا العالم بتاخذها مثل ما قلنا لانه فيها البي فيتامينز المختلفين المشكلين اللي هن منيح للبشره للضفير اتسترا، وكمان نفس الوقت ما ننسى انه هي منيحه كمان للمصدر. فإذا هون بتعمل كيف شغل بروباتيك كيف بيريح التوازن. أوكي. فهون بتعمل توازن بالمصران اللي هو كمان بياخدوها الأشخاص اللي هن عندهم كتام والأشخاص اللي عندهم كمان إسهال، فهي بتعمل التوازن. ساعة واحد بيلتجي لهيديك وبيكون عم ياخدها. فإذا هيدي هي حاجتنا من النيوتريشنال ييست. نعم. هلا مشان هيك هون لارجع انا على النظام النباتي، فاذا اذا انا عم بحكي عن النظام النباتي صرنا نعرف انه نحن بدنا نكون عم ناخذ البروتينات فينا ناخذها من المأكولات النباتيه ساعتها مش مأكولات الحيوانيه، وبدنا ننتبه نحن او بدها تكون في الاكل اللي عم ناخذه اسيد اميني كامل الامينو اسيد مثل نيوتريشنال ييست، مثل بنحكي على الكينوا بنحكي على الشوفان حكينا على البقر.
البكويت هالجمعة، أو بدنا نكون عم ناخد الأسيد الأمين الناقص ولكن نجمع المأكولات الناقص بشي ناخده نحن بشي تاني، وهيك بيكون أخذنا كل غذائنا وما بينقصنا شي وما بنعطى الهم. حلو، موضوع جديد طرقني له اليوم رندا. رح ناخد وقفة من بعدها كافيين ألايف، وبعد شوي رح كون مع مارك بنيتشر.